يا أيها الإنسان هل تبكي لما بكاني أرأيت ماذا قد حصل بالعالم الحيراني يا أيها الإنسان هل تبكي لما بكاني أرأيت ماذا قد حصل بالعالم الحيراني اليأس يعبث بالألم ويهز كل كياني اليأس يعبث بالألم ويهز كل كياني يا ليل كم أثقلتني بالهم والأحزان أصداء صرخة موطني تنداب في وجداني فتر كل لحني يا أعيني بمذابح الحرمان يا أمة الإسلام كم تبكي عيون بني كدم ولقد تفرق شملهم وتمزقوا بين الأمم رحمك يا ربي بهم رحمك فاجبر كأسرهم يا أيها الإنسان هل تبكي لما أبكاني أرأيت ماذا قد حصل بالعالم الحيراني ان نوزع عليهم القرقعان يلا بابا شايك يلا قرقوع يلا قرقعان وقرقعان بيت الزير والميضه هذا عليك I'm up on my way.
ننتقل إلى هذا الخبر، فبحضور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد خالد الكليب، نظمت مدرسة خليفة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وبالتعاون مع الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية سوقا خيريا اشتمل على العديد من الألعاب والجوائز للأطفال وعلى طبق خير، بالإضافة إلى المنتجات الحرفية واليدوية والفنية والأدوات المنزلية والملابس. حضر الحفل وكيل وزارة الإعلام فيصل الحجي ووكيل وزارة التربية الدكتور مساعد الهارون والعديد من المسؤولين، وإلى حضراتكم هذا جانب من حفل الافتتاح. Thank you.
أعزائي، ونصل معكم لختام استطلاعاتنا الرمضانية لهذا اليوم. نشكر لكم حسن المتابعة، ونعدكم إن شاء الله في الحلقات القادمة بتقديم المزيد والمزيد من هذه الاستطلاعات، والتي نتمنى من الله أن تحوز على رضاكم. شكرا لكم وإلى اللقاء.